تغطيتنا مستمرة معكم. يوم جديد من أيام التضامن المصري الذي استمر على مدى عقود مع القضية الفلسطينية، تضامن بذلت فيه مصر الجهد والعطاء والدماء. إعلاء لقضية العرب الأولى بالمساجد والميادين، كان الآلاف من المواطنين على قلب رجل واحد خلف قياداتهم السياسية، تأكيدا على الدعم لخطى الدولة المصرية نحو حماية القضية الفلسطينية. We'll be right back.